أن تضيء شمعة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام. مساء الأنوار والسعادة والتسامح من أرض السعادة والتسامح من دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا ليالي حميدي أحييكم وأرحب بكم إلى هذه الحلقة 85 بعد 300 من برنامج 7 على 7. أصحبكم من خلال باقة من التقارير والملفات وكوكبة من الضيوف، أحاورهم وأطرح على عليهم أسئلتكم وننقل لحضراتكم إجاباتهم. ولكن قبل أن نتوقف مع أولى فقراتنا اليومية وهي فقرة الأخبار المنوعة كما جرت العادة، دعوني أطرح عليكم أو أشاطركم هذا الخبر من دولة الكويت الشقيقة، وهو يهم شريحة الشباب تحديدا، حيث وبتنظيم من مركز الشباب العربي وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت الشقيقة وبدعم من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الكويت، انطلق هذا الصباح مهرجان الشباب العربي الذي سينعقد لمدة أسبوع كامل مشاهدين، أي لغاية 31 من ديسمبر الجاري، ويهدف إلى تسليط الضوء على تمكين الشباب وما هي سبل تمكين شبابنا العربي وإبراز كل طاقاتهم الإبداعية وهي كثيرة بطبيعة الحال، ومساعدتهم على تحقيق آمالهم وأحلامهم كي يكونوا فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة بإذن الله في مجتمعاتنا العربية وتطوير دولهم. وهذا المهرجان كما أسلفت سيمتد على مدى أسبوع كامل، يتخلل الكثير من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تنمية العمل الشبابي، وسوف يستضيف نخبة من الخبراء ربما لتبادل الخبرات وأيضا الخبرات في المجالات العملية، وهناك العديد من المتحدثين لمناقشة الموضوعات التي تعنى بالشباب بما في ذلك سبل تحويل الأعمال الناشئة إلى شركات كبرى، وأيضا الأعمال الإنسانية في المجال الصحي والتميز في مجال التجارة، بالإضافة إلى ريادة الأعمال والتميز الرياضي. إذن حتى المجال الرياضي على جدول أعمال المهرجان لكل الراغبين بالمشاركة في هذا المهرجان كما أشرنا سوف يمتد لغاية هذا العام، لغاية نهاية عام 2018 لغاية 31 من ديسمبر. وفي حلقتنا اليوم وفي حوزتنا الكثير من المواضيع، ربما أولا سيكون حصول مركز دبي للتبرع بالدم على عضوية جمعية بنوك الدم العالمية. سوف نتعرف على تفاصيل هذا الأمر من خلال اتصال هاتفي، وأيضا بالإضافة إلى ذلك هناك برنامج المبرمج الإماراتي تم إطلاقه مؤخرا، سوف أيضا نشاطركم معلومات حوله، والدورة الثامنة من مسرح الشارقة الكشفي. خاصة في هذه الأيام هناك الكثير من الفعاليات في الإمارة الباسمة خلال عطلة الشتوية لأطفال المدارس والجامعات. ونختتم حلقتنا معكم مشاهدينا بفعالية حول الحب، ولكن حب لغة الضاد، أنا أحب لغتي العربية. مشاهدينا إلى أولى فقراتنا وفقرة الأخبار المنوعة التي تصدرت الاهتمامات اليومية أو اليومية لهذا النهار، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. وتبادل سموهما وجلالة ملك البحرين الأحاديث الأخوية حول العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في شتى المجالات التي تعود بالنفع والخير على شعبيهما الشقيقين.
واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيفهما جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى بحيرة الحب التي أنشئت في قلب الصحراء القريبة من استراحة المرموم بأمر من صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كي تكون رمزا حضاريا وإنسانيا يعكس القيم الأصيلة لقيادة وشعب دولة الإمارات والمتمثلة بالمحبة والتسامح والتعايش بين مختلف الثقافات على أرض الإمارات وفي رحاب الصحراء العربية التي ترمز إلى الصبر والعطاء والشهامة والكرم. على صعيد آخر، أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه القانون رقم 2 لسنة 2018 القاضي بتأسيس مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق المبادئ الإنسانية السامية من خلال النهوض بالشرائح المحتاجة وتوفير المساعدات المالية والعينية لها. كما أصدر صاحب السمو حاكم الفجيرة المرسوم الأمري رقم 6 لسنة 2018 والقاضي بتشكيل مجلس أمناء لمؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله. كما أصدر سمو القرار رقم 21 لسنة 2018 بشأن تعيين سعادة سهيل راشد القاضي مديرا للمؤسسة. على صعيد آخر، بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود. وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعزيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين. أيضا قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله واجب العزاء في وفاة معضد بن علي بن هويدن الكتبي إلى نجله محمد بن معضد بن هويدن الكتبي، وذلك في مجلس العزاء في منطقة الطيبة في الذيد. كما قدم واجب العزاء الشيخ هيثم بن صقر القاسمين نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء وسمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي. وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة وسمو ولي عهده والشيوخ عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى آل المتوفي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. في شق مغاير، استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفدا من مسؤولي ومنتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تسلم سموه مجسما لجواز السفر الإماراتي يحمل في طياته 1500 بصمة ولاء للقيادة الرشيدة من أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة. وتوجه سموه بالشكر لوفد المؤسسة وقائلا أن أبناء الوطن من أصحاب الهمم هم شركاء في مسيرة التنمية، فيما لا تدخر قيادة الدولة الرشيدة جهدا في سبيل توفير كافة أشكال الدعم والرعاية لهم. مشاهدينا، إلى فاصل قصير كي نفتح بعده ملفات 7/7. عودة
عدنا معكم مشاهدينا ووقفتنا الأولى مع التفكير الإبداعي والمبرمج الإماراتي. ما هو أو من هو المبرمج الإماراتي وما هو هذا البرنامج الذي يهدف إلى تطوير المهارات الإبداعية لأطفالنا من الأعمار بين 7 و14 عاما وكيفية بناء تطبيق إلكتروني أبليكيشن من خلال مجموعة مكثفة من الدورات والبرامج التدريبية والتعليمية التي يعكف على تنفيذها مركز شباب عجمان. لمعرفة المزيد حول هذا البرنامج يشرفنا أن نستضيف معنا هنا في استديوهات 7/7 الأستاذة سماح قرنفلة، وهي طبعا رئيسة اللجنة المنظمة لبرنامج المبرمج الإماراتي في إمارة عجمان. حياك الله معنا، مساء الخير عزيزتي. بالبداية بحب أشكركم على استضافتكم إلي في البرنامج. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. طبعا المبرمج وحضرتك طبعا جاية عنا من عجمان إلى إمارة الفجيرة كي نتحدث عن هذا البرنامج الهام جدا بطبيعة الحال. اليوم أستاذة سماح، يعني كلمة البرمجة والذكاء الاصطناعي والذكاء الإلكتروني وكل هذه المصطلحات الحديثة، إلى أي مدى تشكل عنصر جذب لأولياء أمور وأيضا لأطفالنا؟ طبعا المبرمج الإماراتي أو البرمجة بشكل عام في عصرنا الحالي هي لغة المستقبل، يعني لما الحاضر والمستقبل ربما. الحاضر طبعا والمستقبل. فالمبرمج الإماراتي بعجمان حاليا تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان. نعم. تم إطلاق المبرمج الإماراتي من قبل صندوق الوطن بالتعاون مع مركز شباب عجمان وكلية المدينة الجامعية وشركاء آخرين. حاليا البرنامج بدفعته الثالثة بإمارة عجمان، دورته الثالثة، الدفعة الثالثة، يعني على مدى 3 سنوات قمتم لا. بهذا البرنامج. خلال 2018 كانت الدفعة الأولى في يناير. نعم. الدفعة الثانية كانت في شهر 7 وحاليا الدفعة الثالثة في صدد التنظيم. إن شاء الله راح تبتدي من 5/1 ولغاية 16/3. راح تكون تقريبا كل يوم سبت من يوم سبت من كل أسبوع على مدى 3 أشهر. على مدى 3 أشهر. من هي الفئة المستهدفة وكيفية الانضمام والمشاركة بهذا البرنامج؟ الفئة المستهدفة هي مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، من بنين وبنات. طبعا بنين وبنات وأبناء المواطنات أيضا. الفئة العمرية من 7 إلى 14 سنة يتم تقسيمهم على مرحلتين، من 7 إلى 10 ومن 11 إلى 14. الأوراق المطلوبة يمكن نعم للانتساب، للانتساب هي صورة الجواز، صورة الهوية وصورة شخصية. وبالنسبة لأبناء المواطنات جميع ما سبق بالإضافة لصورة جواز الأم وشهادة ميلاد المشارك. إذن هي دعوة للجميع للانضمام بهذا البرنامج الهام والشيق. ما هو نوع ورش العمل التي ستقدمونها؟ المبرمج الإماراتي لا يعتبر ورشة عمل، يعني هو بالأحرى من 10 إلى 12 محاضرة تدريسية من خلالها راح يتعلم الطالب نظرية أو عملية. نظرية وعملية، يعني الاثنين مع بعض. من خلالها الطالب راح يتعلم 3 لغات، لغة أبل، لغة مايكروسوفت ولغة جوجل. ماذا تعنينا بهذا؟ هي لغات برمجة أساسية في المرحلة الأساسية، راح تكون جدا بسيطة، راح يتعلمون الأساسيات الخاصة في هذه اللغات، وعن طريقها راح يتم تطبيق 3 مهارات أساسية اللي هي مهارة برمجة الروبوت الأوزوبوت، وبرمجة الألعاب الإلكترونية بعناصرها المتكاملة، وبرمجة أو تصميم تطبيق ذكي للهواتف النقالة على منصة الأندرويد. طبعا جميع الطلاب راح يشاركوا في مسابقات النصف نهائيات. هناك أيضا مسابقات طبعا وامتحانات. هو يعتبر المسابقة عرض للمشروع، فعلى حسب التقييم الأكثر تقييم أو الأعلى تقييم راح يتأهل معنا للنهائيات اللي نحن بنسميه الهاكاثون. بيكون عرض مشاريع قدام أو بحضور كبار الشخصيات. جميل. وبالنهاية كل هذه خطوات تحفيزية للأجيال الصاعدة. المبرمج الإماراتي هو مرحلة ابتدائية فقط، الغاية منه تعليم أكبر عدد ممكن من الطلاب المواطنين أساسيات البرمجة والتصميم.
المتميزين منهم من المبرمج الإماراتي راح يتأهلوا معنا، راح يكون في برنامج اسمه الذكاء الاصطناعي. نعم. وبالتالي كل ما تميزوا أكثر راح ينتقلوا لمرحلة أكثر تميز. وطبعا الدروس تختلف حسب الفئات العمرية، هي بين 7 و 14. بيتم تقسيمهم على مرحلتين، من 7 إلى 10 سنوات، من 11 إلى 14 سنة. بحب أنوه كثير، يعني أولياء الأمور بيسألوا عن الاختلاط في البرنامج، في عزل تام بين البنات والأولاد. من خلال خبرتك أستاذة سماح، طبعا قدمتم العديد من البرامج والورش في السابق، ما هي مواصفات الأطفال والطلبة الذين ينتسبون إلى هذا النوع من البرامج؟ سؤال حلو. نحن نفضل أن يكون الطالب ما عنده أي خلفية عن البرمجة. نحن من الأساس الفكرة من البرمج أن نحن نعطيه أساسيات البرمجة ونعلمه كيف تصميم التطبيقات الذكية أو برمجة الروبوت، أو يعني أساسيات البرمجة بشكل عام، وبالتالي نحن نختار المتميزين ومنأهلهم أنه يستمروا معنا في البرامج القادمة. دراسة هذا النوع من البرمجة وكل هذه الأجواء التكنولوجية والذكاء الاصطناعي عادة يعني يستهويها أكثر الأطفال من الميول، من ذوي الميول العلمية أو الأدبية، أم الاثنين معا؟ كان في دراسة أخيرة، أغلب المدارس اللي كانت تجينا يعني بنقدر نحكي خاصة وحكومية الاثنين مع بعض، الطلاب اللي بده ينتسب معنا في البرنامج أول شيء من الأساس أنه يكون عنده لغة إنجليزية، لأنه مع المراحل في أشياء أساسية لازم يكون بعرفها الطالب. صح الكادر التدريسي راح يتواصل معهم باللغة العربية بحال ما عندهم اللغة الإنجليزية، ولكن المصطلحات الرئيسية ربما باللغة الإنجليزية بهذه الطريقة يعني. وبالنسبة للدروس التي تقدم كلها باللغة الإنجليزية أو تقدم باللغة الإنجليزية، حتى الشرح يكون باللغة الإنجليزية، بحال الطالب ما فهم بتساهلوا معاه بيعلموا اللغة العربية. يعني وبرأيك باللغة العربية. أوكي. وميول الطالب علمية أم أدبية؟ هو ميول مشترك، يعني ميول مشترك، ميول مشترك بالأغلب. وهي تستهوي هذه الأيام فئة وشريحة كبيرة من الجيل الحديث، هذه الورش. يعني الدفعة الثانية كان فتحنا باب التسجيل على 100 شخص، بس ما شاء الله الإقبال كان كتير كبير، بطريقة أنه جانا توجيه من سمو الشيخ بزيادة عدد الطلبات. نعم. يعني استقبال عدد أكبر، فزدنا إلى 200 طلب في إمارة عجمان فقط. وهذه هذا البرنامج لا يقتصر على إمارة عجمان، في البداية تم تطبيقه في إمارة أبو ظبي من قبل صندوق الوطن. نعم. وكدعم من الحكومة تم تطبيقه في جميع إمارات أو في أغلب إمارات الإمارات، كأبو ظبي، العين، عجمان، رأس الخيمة والفجيرة. ما شاء الله. يعني أكثر من 200 طالب. كم عدد الكادر التعليمي؟ يعني في كل إمارة ما يقارب 9 من الكوارتر. وبالنسبة لساعات البرنامج، من أي ساعة لأي ساعة؟ طبعا يعتمد على الجهة المنظمة للبرنامج. الدفعة اللي فاتت كانت عنا الفئة العمرية من 7 إلى 10 سنوات، كان حضورها من الساعة 10 للساعة 12، والفئة العمرية من 11 إلى 14 سنة كان حضورها من 12 إلى الساعة 2. يعني نعم. كلمة أخيرة أستاذة سماح بتوجهينا للطلبة، لأبنائنا اللي عم بيشاهدوك هلأ وتحمسوا يشاركوا بهذا البرنامج؟ طبعا كلمتي لأولياء الأمور. نعم. دعوة لكل أسرة إماراتية حريصة على أبنائها نتعلم الأبناء لغة البرمجة، لأنها حاليا هي لغة الحاضر والمستقبل. نعم. وبحب أبشركم أن اللي ما قدر أو اللي ما إجت فرصة أن يشارك معنا في المبرمج الدفعة الثالثة، إن شاء الله راح يكون في دفعة رابعة بشهر 3 من 2019. وأود أن أنوه أيضا إلى أن رقم الهاتف للتواصل معكم أنتم القيمين على هذه البرنامج يعرض في هذه الأثناء على الشاشة لكل الراغبين للانضمام إلى هذا البرنامج الهام بطبيعة الحال. بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذة سماح قرنفلة، و أنت رئيس اللجنة المنظمة لبرنامج المبرمج الإماراتي في إمارة عجمان، على هذا اللقاء. أهلا وسهلا. أهلا فيك معنا.
إذا مشاهدينا، مواكبة للتحول العالمي في مجال التخطيط والنقل، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات وشركة الحجز الإلكتروني مع شركة كريم نتوركس الرائدة في تقديم تقنيات الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة في دبي، وسيتمكن المتعاملين مع الحجز المركبات الأجرة من خلال تطبيق الشركة الإلكتروني اعتبارا من الأول من أبريل 2019. دعونا نتابع تفاصيل هذا الخبر من خلال التقرير التالي الذي صوره لنا زميلنا عندما شهد فعاليات المؤتمر الصحفي. قطاع مركبات الأجرة قطاع حيوي ومهم جدا في منظومة التنقل في إمارة دبي، ومن أقدم وسائل التنقل في الإمارة. هيئة الطرق طبعا اشتغلت مع 7 شركات اللي هم متخصصين في مجال تشغيل مركبات الأجرة لتطوير الخدمة خلال السنوات اللي فاتت، فقدرنا على سبيل المثال ننزل وقت الانتظار من 16 دقيقة إلى حوالي 10 دقائق حاليا. ولكن بظهور شركات الحجز الإلكتروني في آخر سنتين تقريبا في إمارة دبي، بدأوا المتعاملين من السياح أو مقيمين يتوقعون خدمات أفضل من الخدمات الموجودة اليوم في قطاع مركبات الأجرة. فشركات مثل كريم على سبيل المثال قدرت توفر خدمة ممتازة من خلال الحجز الإلكتروني على الموبايلات. يقدر المتعامل يحصل على مركبة أجرة بشكل سريع، يقدر يدفع من خلال الموبايل، يقدر يتعرف على موعد وصول يعني الموقع والى اخره. فكل هذه يعني اشياء توفرت في قطاع النقل الفاخر ولكنها مفقودة حاليا في قطاع الليموجين. فبدل من الهيئة تستثمر مبالغ كبيرة جدا وتسرق الوقت الكبير في تطوير هذه التقنيات، ارتأت ان التحالف هو افضل حل للوصول إلى تطوير خدمات مركبات الأجرة. طبعا تم اختيار شركة كريم بناء على يعني عملية مطولة جدا استغرقت حوالي سنة واحدة، قارنا فيها العروض من عدة شركات، معظمها أو جميعها شركات صراحة عالمية في مجال الحجز الإلكتروني، وهذا دليل على أنه يعني في إقبال كبير على يعني منها خلال هذه الشركات أنها تعمل بالشراكة مع الحكومة في إمارة دبي. هي شراكة عالمية بين هيئة وبين شركة خاصة بمجال توفير خدمات الحجز الإلكتروني. الهدف تبعها تسهيل حياة الناس في المنطقة وفي مدينة دبي، وإرسال التكاسي على التطبيق واحد، وتسهيل خدمات التكاسي. اليوم التاكسي بياخد 10 دقائق ليصل، إن شاء الله نحن من خلال التطبيق هذا الرقم ننزله تحت 5 دقائق. فيك تدفع حق الرحلة بطرق مختلفة، الكريدت كارد، كاش، أو أشياء تانية إن شاء الله يلي بنطلقها. ونبدأ بالتاكسي إن شاء الله، وبعدين من موفرة لخدمات الباصات اللي موجودة، عشان بالأخير نعطي العميل تطبيق واحد ليستخدم كل المواصلات العامة في دبي. طبعا 100%، لأنه نحن بالأخير هدفنا من البداية كان لتبسيط حياة الناس في المنطقة. واليوم نحن شو عم نعمل بهالشراكة؟ عم نعطي العملاء تبعنا خيار تاني بسعر تاني مختلف ونوع سيارة تانية. في عملاء بدها تطلب التكاسي وفي عملاء بدها تطلب الليموزين، صار نحن عندنا خيارين غير الخيارات اللي اوريدي موجودة على اللي اليوم موجودة على كريم. إذن مشاهدينا، كما شاهدنا في التقرير، هذه الشراكة الاستراتيجية من شأنها تعزيز موقع دبي كمدينة أذكى عالميا، كل ذلك من أجل تحقيق السعادة لساكنيها من مواطنين ومقيمين، وأيضا تقديم الخدمات المتميزة للسواح. من هذا الموضوع ننتقل وإياكم إلى موضوع آخر من إمارة الشارقة الباسمة،
وبمشاركة مجموعة من العروض المسرحية الكشفية انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الكشفي الذي تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالتعاون مع مفوضيات كشافة الشارقة، وهي لفرق من منتسبي مفوضيات كشافة الشارقة وطلاب الجامعة القاسمية وجامعة الشارقة وجامعة عجمان. يسعدنا أن نرحب معنا هنا في الاستوديو بالأستاذة زينب المازمي، وهي طبعا قائد كشفية في مفوضيات كشافة الشارقة. مساء الخير وأهلا فيك معنا. أهلا وسهلا بكم وشرفتنا. أهلا وسهلا فيك. بداية أود أن أسألك، التجهيزات كلها اللوجستية لهذا يعني المهرجان الكشفي كيف كانت؟ يعني صراحة المهرجان هذا يعتبر من ضمن المهرجانات اللي أقامتها إدارة الثقافة وإدارة المسرح بالشارقة، وهم يعني كل سنة على استعداد أن بدأوا يحطونها في أجندتهم موجودة. نعم. فإحنا من ضمن الأجندة هذه يعني الواحد يعتز فيها أن نكون من ضمن الأجندة هاي المسرح. المسرح والنوايا الحلوة اللي فيه أنهم كلهم كشافين. نعم. أستاذي زينب، إلى أي مدى خليني أقول أنه الأجواء الكشفية تساعد على مضاعفة العطاء الفني على خشبة المسرح؟ شوفي، احنا بما ان احنا الكشافين في عندنا شيء اسمه شارات الهوايات، ومن ضمن الشارات هذه فيه شارات التمثيل. ف يعني يمكن اداره المسرح تعطي الكشاف هذا وتعطي الهيئه او تصقل موهبته. يعني هو عنده موهبه يمكن يستحي انه ما بيطلعها عندي، لكن ممكن يطلعها مع المجموعه اللي هم موجودين مع الكشافه الاداره اللي موجوده والناس المختصين يطلعون لي الهوايات اللي عندهم. نعم. ويصقلونها يعني، وبعدين يعتبرون الكشافين هذين صراحه يعني مجموعه الواحد ما يستغنى عنهم. احنا انا مسميتهم فاكهه البيت. اها، فاكهه البيت. وفاكهه المجتمع ايضا. غير فاكهه المجتمع والبيت، وصارت يعني في كل مكان بتحصلين الكشاف موجود. يقول لك انا موجود هنا. نعم. في كل المجالات. ما هي مجموعة وباقات الفعاليات التي تقدمونها خلال هذا المهرجان؟ المهرجان هذا في البداية تكون عندهم تدريبات. نعم. يعني أولا يأخذون أشياء بسيطة عن الكشفية بالنظام والأشياء اللي هم لازم يكونوا يعني انضباطيين فيها. وبعدين في إدارة المسرح حطت لهم مشرفين وأنهم يساعدونهم على اكتشاف المواهب، و اهم شيء هذه اهم شيء عندي انهم اكتشاف الموهبه. وهل هناك متخصصون سوف يقومون بتدريبهم على الاداء المسرحي؟ في يمكن حاليا عندي 4 مدربين موجودين، هم يمكن تقريبا 5 مجموعات عندي من الطلبه، بالاضافه الى 4 مدربين مشرفين على هاي. لان مثل ما تعرفين ان المسرح الكشفي، هل تركزون على الجانب النفسي او الحركي على خشبه المسرح؟ لا، هو شوفي النفسي الاثنين يعني عندك الاثنين لازم يكونون مع بعض، ما تقدرين تفصلين واحد عن الثاني. المسرح محتاج له نفسيه حلوه عشان انت تقدرين تعطين. صحيح. فطبعا هم رسم خطوط التواصل ايضا بين الممثلين على بين الممثلين نفسهم والجمهور نفسه. بعدين الحلو انه في المسرح هذا مسرح في هواء الطلق وليس على خشبه. اوكي. يعني في هواء الطلق، ومسرح الافكار اللي اتي افكار الكشافين، ما في عندهم نصوص. الكشافين مجتمعين طلعوا فكره راحوا للمدربه وبدت هي تشوف الفكره، بدت هم يعني هي تصلح الاشياء اللي هم اللي ينقص منها هي تصلحها. ولكن هناك اطر عامه للمواضيع التي سيتم طرحها. الكشاف يعني مجموعه الكشافين هم يختارون، يمكن السنه عندهم 8 عروض كل او 10 عروض بالاصح، 5 في يوم وخمسة في يوم، بس العروض هاي من عندهم هم. يعني كل ما أشياءها موجودة عند الكشاف الطلبة نفسه، وليس عند المخرج، يعني لا عند إخراجه، لا المدرب
يشوف شو اللي هم ناقصينهم يبتدي يزودهم. الحقيقة شوقتينا لنعرف أكثر عن هذا الموضوع. مشاهدينا، كاميرا البرنامج زارت المسرح الكشفي وعادت لنا بهذا التقرير الذي يتحدث عن أهميته بالنسبة للشباب وكل البرامج والفعاليات المقامة ضمن المهرجان. نتابع سويا. هذا اللقاء يعتبر اللقاء الثامن في مفوضية الشارجة بالتعاون مع دائرة الثقافة وإدارة المسرح، حقيقة بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي في دمج شباب المفوضية الكشفية في مجالات المسرح. وحصدنا حقيقة خلال الثمان سنوات أو السبع سنوات الماضية ما يقارب 200 ممثل ومسرحي من أبنائنا الكشافة. والحقيقة طبعا هذا كله من دعم سيدي صاحب السمو والتعاون أيضا بين مفوضية كشافة الشارجة ودائرة الثقافة وإدارة المسرح. الأخ عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة، وأيضا إدارة المسرح الأخ الأستاذ أحمد برحيمة مدير إدارة المسرح في الشارقة. اللقاء الثامن يتميز بأن نحن زدنا العدد وفي إقبال، ونتمنى أن يكون هناك في إقبال أكثر حقيقة. وأيضا يتميز بأن نحن عملنا مجموعات، خمس مجموعات، كل مجموعة لها مدرب خاص فيما يتعلق بالتوجيهات بالنسبة للمسرح من قضايا اجتماعية وشبابية بتوجيه من مسرح الشارقة. هذا المهرجان يقام سنويا بالتعاون بين دائرة المسرح، دائرة الثقافة، إدارة المسرح ومفوضية كشافة الشارقة. وهذا العام يضم ما يقارب حوالي 40 منتسب من الجوالة والكشافين من مختلف الأعمار الكشفية، بالإضافة إلى مجموعة من نادي مليح الثقافي الرياضي. وهذا المهرجان هو المهرجان الثامن في سلسلة المهرجانات المدرجة في أجندة دائرة الثقافة بإدارة المسرح. أنا عندي عملين في 26 و27، العملين مختلفين هادفين من الأفكار المختلفة في المهرجان. عمل كوميدي بسيط، كوميديا السوداء، في أسرار ما أقدر أقول لك ياها. أتمنى تكون متواجد في المهرجان، عسى بتشوف مفاجأة المهرجان بإذن الله. سيدي زينب رأيني مبتسما ويتحدث عن مفاجأة المهرجان، ما هي مفاجأة المهرجان؟ والله في السنة يمكن حاطينهم كالمهرجان، هو قصد المفاجأة العروض اللي موجودة من الطلبة نفسهم. يعني أنا مفاجأتي يوم المضمون يعني ثمان مشاكل أو ثمان أشياء اللي تهم المجتمع، هم قاعدين ماخذينها كحل. نعم. يعني مشكلة وهم يحلونها. فوق هذا فإدارة المسرح عاملة حتى لهم مفاجأة لأولياء الأمور، لأصدقائهم موجود. يعني يشوفون أكبر عائلة إتي تشوف عيالها على أرض الواقع شو يسوون. أصدقاء الكشافين من أكثر يعني من أصدقائه حاب إنه هو يشوفه إن هذا الزميلة شو يقدم. فهذا هم حاطين لهم عروض يعني مفاجآت. ويجب أن ننوه لعناية المشاهدين أنه بالثامن والعشرين من ديسمبر الحالي سوف نشهد اختتام فعاليات هذا المهرجان، ولكن سوف يتم انتقاء العمل المسرحي الأكثر تميزا وربما عرضه على خشبة مسرح الثقافي في منطقة كلباء. إن شاء الله بإذن الله. والمسرح يعني الأولاد صراحة مشتاقين لهالشيء، وإحنا نتمنى يعني أن يكون في زيادة.
نعم العدد. زيادة مشاركات. زيادة مشاركات. ماذا عن برامجكم في عام التسامح عام 2019؟ عام التسامح احنا يمكن ما نقول العام التسامح لان الكشفية فيها التسامح، يعني من جوهر الحركة فيه التسامح. نعم. واحنا بنكون مشاركين يمكن مع اغلب الفعاليات، بنكون مشاركين مع الجهات والمؤسسات المجتمعية، بالإضافة ان احنا لو نقول لك انا ما عندي تسامح وما اقدر اشتغل باي شغلة. ليش؟ لان شغلي يتطلب مني انا اكون اتسامح مع هذا، مع هذا الكشاف يتسامح مع الكشاف الثاني، مع هاي على اساس انه يقدرون يكملون المسيره. نعم. لولا التسامح ما في اي شيء، والحمد لله ان دولتنا بلد التسامح بعد. بحمد الله. الحمد لله نشكره. وعام التسامح ان شاء الله احنا في اشياء بنسويها، فما اقدر اقول لك اياها الحين لان بعد الخطه، على اساس ان احنا نضع الخطه ونبتدي نشتغل عليها من قبلنا ومن قبل الكشافين. نعم. يعني احنا دائما انتم تتوجهون لطلبه المدارس؟ في كل مدرسه طبعا في فرقه كشفيه، وهم يكونون مسجلين عندنا احنا كاداره مفوضيه كشافة الشارجه، وحتى في الوزاره موجود يعني الفرق هذه في المدارس الخاصه مدارس، وفي ويون عندنا وهذا، واحنا نرحب فيهم انه في اي وقت موجودين نساعدهم، يطلبون شيء فإحنا تحت أمرهم يعني. بوركت جهودكم الأستاذة زينب المازمي، مفوضة تدريب وبرامج ومشرفة على فرقة الكشافة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. الشكر على شكر لكم أن سمحتوا أن نطلع بشيء، أن نقول حتى المجتمع والجهات الثانية ترى في كشافين موجودين، وأهلا وسهلا فيكم بالمفوضية بأي وقت هم حابين. شكرا لك على هذه الدعوة الكريمة، أشكرك مجددا. مشاهدينا أتحول وإياكم إلى فاصل قصير ونعود من بعده. أجدد التحية بكل من انضم إلينا في هذه الأثناء وقرر تمضية هذه الأوقات برفقة 7 على 7. مشاهدينا من إمارة الفجيرة أنتقل وإياكم بهذا الخبر إلى إمارة دبي، حيث الإنجاز الجديد يضاف إلى سلسلة من الإنجازات لهيئة الصحة في دبي، وهي التي تسعى دائما إلى توفير الخدمات ذات الجودة العالية من خلال كادرها الطبي والفني المتخصص وفقا لأحدث التطورات العالمية، حيث حصل مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة هناك على عضوية جمعية بنوك الدم العالمية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع دعونا نأخذ هذا الاتصال الهاتفي مباشرة من إمارة دبي مع الأستاذة مي ياسين رؤوف، المدير الطبي ورئيس مركز دبي للتبرع بالدم. حياك الله معنا في 7 على 7. الله يسلمك، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذة مي. مما لا شك فيه أن هذه العضوية هي عضوية جديدة للمركز، إلى أي مدى أو ما هو نوع الإضافات التي تضيفها إن كان من الناحية الفنية أو العملية للعاملين في هذا المركز؟ نعم طبعا أشكركم على هذا اللقاء. واجبنا طبعا. عضوية في جمعية عالمية مثل جمعية بنوك الدم العالمية، واللي هي طبعا جمعية غير مبيعية ومقرها في أمستردام. نعم في هولندا. من الجمعيات العالمية، تأسست عام 1935. يضيف طبعا كثير للكادر الطبي والفني في المركز من حيث تأهيلهم وتدريبهم واطلاعهم على آخر المستجدات في مجال طب نقل الدم. نعم. حيث اتحاد العضوية لجميع الموظفين في المركز الاطلاع على ما كل الأقسام الشبكة العالمية لجمعية بنوك الدم. نعم. من مصادر مثل مجلات، مؤتمرات، محاضرات، كما تتيح الفرصة لأي شخص عنده سؤال أو استفسار أو يحب أنه يتدرب على عملية معينة في نقل الدم،
فهناك ود حي ممكن انه حتى اود ان اتوقف معك عند هذه الجزئيه. علمت ان هناك ورش عمل سوف تكون من خلال الويب، ما هو فحوى هذه الورش العمل وفي اي خانه تصب؟ هل هي يعني في اي خانه تصب؟ اي قسم ممكن ان يستفيد من ورش العمل هذا؟ هي كلها تختص في طب نقل الدم، بس طبعا نقل الدم يبدا من وريد المتبرع، في جزء يخص المتبرع وسلامته وشروط التبرع بالدم. وبعدين طبعا الدم بعد سحبه من المتبرع يذهب الى مختبرات مركز التبرع بالدم لاجراء الفحوصات المطلوبه للكشف عنه وتحويل الدم الكامل الى مكوناته، ثم يتم صرفه الى مستشفيات اللي تحتاجه للمرضى، ويصرف بعد ذلك من هذه المستشفيات الى المريض، ويصرف الى المريض في طبعا متطلبات في اجراءات يقوم بها الكادر الطبي في المستشفى. فهي سلسله دائما احنا نقول سلسله مترابطه. نعم، من وريد المتبرع إلى وريد المريض هناك كثير من الإجراءات والفحوصات نجهلها ربما والمتطلبات. نعم، بالفعل هذه الشراكة الاستراتيجية وهذا الانضمام الجديد للمركز طبعا سوف يضيف، وأيضا سوف يساعد على تعزيز الخبرات وتبادل الخبرات بين الطرفين. أود أن أستغل وجودك معنا أستاذة مي كي نتوقف عند تطبيق دمي، هذا التطبيق الذي أطلقتموه في الصالة في المركز، كي نذكر المشاهدين الكرام لأنه هام جدا. نعم، هو تطبيق مبتكر وذكي ولأول مرة يطلق في الشرق الأوسط بالفعل. وأوروبا يحمل كثير من الخدمات، من أهمها هو تسهيل وتقصير عملية التبرع بالدم. كيف تتم عبر هذا التطبيق لكي نطلع الجمهور عليه؟ أكيد طبعا عملية التبرع بالدم تجي بتسجيل المتبرع، تسجيل المعلومات الشخصية ومن ثم الإجابة على الاستبيان وقراءة معلومات تشخيصية قبل التبرع. الاستبيان يحتوي على 43 سؤال، وهذا هو اللي دائما المتبرعين ما يحبوه لأنه إجراء شوية يأخذ وقت، لكن جدا مهم لضمان سلامة، ولكنها معلومات هامة بطبيعة الحال. أكيد طبعا تخص سلامة المتبرع وسلامة المريض متلقي الدم. عن طريق دمي ممكن الشخص يعبي الاستبيان ويجاوب على الأسئلة ويقرأ المعلومات التثقيفية. والخطوة التالية بعد أن يرسل هذا الاستبيان عن طريق التليفون إلى النظام الإلكتروني يأتي إلى المركز فقط، نقرأ بنظامنا الإلكتروني ويذهب إلى الفحص الطبي مباشرة. نعم، فيقصر هذا من عملية التبرع الوقت والجهد ربما في البداية. أكيد طبعا يكون على راحتك قاعد في بيته أو في مكتبة. صحيح، يقرأ المعلومات ويعبي الاستبيان ويأتي فورا للفحص الطبي. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة مي ياسين رؤوف، وأنت المدير الطبي ورئيس مركز دبي للتبرع بالدم، على هذه المداخلة الهاتفية من دبي. إذن مشاهدينا، كما أشارت الأستاذة مي أن جمعية بنوك الدم العالمية هي جمعية علمية غير النفعية ومركزها في هولندا وتحديدا في العاصمة أمستردام. من هذا الموضوع أنتقل وإياكم إلى موضوع آخر، لأن حب لغة الضاد لا ينضب ولا ينتهي، والقراءة مع الطفل تساعد في تعزيز الترابط الأسري والعلاقة بين الطفل ووالديه، بحيث أن قضاء الوقت مع الأطفال يعد أكثر الأشياء تأثيرا على تطويرهم الذهني والنفسي، ويساعد أيضا في بناء الثقة بأنفسهم، وهي تجربة رائدة في مجال تشجيع الطفل على القراءة وتحديدا باللغة العربية. دعونا نتعرف إلى المزيد في هذا التقرير. اليوم
اليوم الفعالية عن أنا أحب لغتي العربية بمناسبة الاحتفال باللغة العربية. طبعا تم تنظيمها من قبل بيت عربي وتحت رعاية اتحاد كتاب الإمارات في المسرح الوطني، وأنا لانا قاعتي من ملتقى الأمهات في الإمارات، تعاوننا معهم لحتى نوصل الفعالية لأكبر قدر من جمهور الأمهات الموجودين خاصة في أبوظبي، حتى يجيبوا أولادهم ويشاركونا ويحتفلوا معنا باللغة العربية. التركيز والهدف على إحياء أهمية اللغة العربية. طبعاً الكل بهذا العصر عنا نفس المعاناة من كوننا أمهات، على أن الأطفال يحبوا اللغة لأنها تعتبر من اللغات الأصعب، فدائماً في صعوبة كيف يقروا القصص العربية، يحضروا الكرتون العربي، المسرحيات العربية. نحن هدفنا أنه نشجع الأطفال بهذا الطريقة وبهالأسلوب، اللغة سهلة وسلسة وممكن يحبوها، ومع التدريب يتعلموا على اللغة ويتقنوها إن شاء الله. مسرحية أم لزاد وكتاب الحكايات أصلاً انطلقت في يوم بعام القراءة، كان هدفي أنا أن الأطفال يرجعوا يقرأوا، يعني متزامنة مع أيضاً مسابقة القراءة اللي أطلقها الشيخ محمد بن راشد اللي هي تحدي القراءة. فأنا كتبت القصة أو قصة أم لزاد اللي هي الأميرة اللي لازم تنشر القصص حتى ترجع لمدينتها في الأخير. وكمان أكيد رح يعني نطرح إنه اللغة العربية جدا مهمة، واللغة العربية هي اللغة الأم، وإذا أنت أبدعت باللغة العربية وأتقنت اللغة العربية رح تتقن بقية الأمور منها الفنون ومنها يعني بشتى المجالات رح تكون مبدع. هلا أنا عن نفسي بحكي لكم شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، تابعونا دائما، تابعوا بسومة، وبسومة بتقول لكم أنا بحبكم، اقرأوا كتير وانبسطوا كتير. ونحن أيضا نحبك كثيرا يا لغتنا العربية، يا لغة الضاد، ونعشقك أيضا. وللمزيد حول هذه الفعالية الرائعة والمميزة التي شهدناها وإياكم من خلال الشاشة، يسعدنا أن تكون ضيفتنا هنا في الاستوديو الكاتبة والمؤلفة وصانعة الدمى الأستاذة نيروز الطنبولي. أهلا ومرحبا بك معنا في سبعة على سبعة. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا فيك، وأيضا بالدمى الجميلة التي أراها إلى جانبك. شو اسمها؟ كوكي. كوكي، إذا نرحب أيضا بالدمية كوكي وهي تنطق باللغة العربية. أكيد طبعا. نيروز، ارمي ودا تحصد حبا، هذه الكلمات لنيروز الطنبولي قمة في الإيجابية، ولكن ماذا إن خذلك البعض؟ الإنسان لما بيكون عنده هدف وغاية في الحياة، وهي كمان تكون بهذه الدرجة من المحبة للبشر ولكل الكائنات من حوله، يعني أنه أنا علي أن أنا أكون محبة أبادر بإيجابية. بالضبط، فأنا مش منتظرة رد فعل. صحيح الواحد ساعات بيحزنوا ويخزلوا البعض، لكن لو أنت هدفك واضح في الحياة عمرك ما هتحسي بالخزلان، لأنه اللي أنت بتقدميه ده هو نابع منك أنت، مش في انتظار مقابل أبدا. بالفعل، وأيضا مشاهدينا هذه الإيجابية تعكسها كلمات أخرى لنيروز الطنبولي عندما قالت: إن كنت حارس عمارة فاعلم أنك ملك زمانك والآمر الناهي ومقامك رفيع، أنت تملك أن تضغط على زر المصعد هبوطا وصعودا. نيروز، اليوم من يضغط على زر هبوط وصعود الثقافة في وطننا العربي؟ سؤال صعب، بس خلينا نتكلم عن الإبداع عموما. دايما بيكون الإنسان اللي عنده هدف في الحياة عنده طاقة إبداعية وحابب يوجهها لفئة من فئات المجتمع أو للمجتمع ككل، بيكون الزر اللي بيضغط بيه هو شيء داخلي عنده، هو إنه هذا للصعود. طبعا، وللصعود واستمرار الصعود وأبدا الصعود، المحافظة على النجاح. طبعا، لأنه كثير من المبدعين بيواجهوا كثير من الإحباطات، كثير من المبدعين بيلاقوا أنه ما فيش جهة بتتبنى إبداعاتهم عشان يقدروا يسموا ويقدموا أكتر وأكتر. لكن لو الحافز كان نابع من الداخل، مين هيقدر يكسرك؟ نعم، الإرادة. بالضبط.
نيروز، يقال أن كتابة القصص للأطفال ربما هي من أصعب أنواع الكتابات، إلى أي مدى يجب تعزيز الأبطال في هذه القصص كي نلفت ونجذب الأطفال إلى المحتوى الهام؟ وأراك أيضا تهتمين بكوكي، وهذه يعني نبذة عن ما أقول أو ما ألمح إليه. هو الحقيقة الطفل في البداية، في بداية عمره، دايما بيكون هو محور تمركزه حول نفسه، وبيكون محور تمركز الأسرة كمان حواليه. فدايما الطفل بيكون حاسس، الطفل طبعا اللي في أسرة محتوية بيحس ان هو بطل الحكاية. جميل ان الطفل نبدأ من عنده ونتجه للخارج، يعني خليه هو بطلنا من دائرة تفكيره. بالضبط بالضبط. فأنا بشوف الطفل في المرحلة العمرية دي إيه هي دائرة اهتماماته، وأبدأ أشتغل عليها. فمثلا معروف أن الأطفال في الطفولة المبكرة جدا بيكون متمحور فعلا حول ذاته، فإذا حول أسرته، في مجموعة من المفاهيم أنا حابة أوصلها له عن المجتمع اللي حواليه، فببدأ من عنده وبتجه للخارج. بعد شوية الطفل بيكون اهتماماته منصبة على العالم الخارجي، يبدأ يهتم بالحيوانات، يبدأ يهتم بالأصوات. فأنا لازم في الوقت ده أدعم النقطة دي من خلال الحكايات اللي بتقدم له، وصناعة الكاركترز ربما الأبطال دي بتبدأ في المرحلة اللي بعديها. فعلا الطفل من سن، نحن نقول من سن يمكن 6 سنوات، بيبدأ ينتبه جدا للشخصية البطلة. فإحنا لازم نكون جديرين بأن إحنا نقدم له نموذج حلو يجذب انتباهه، يجذبه، يقدم له قدوة حلوة بدون شكل اصطناعي، لأنه كتير إحنا بنبالغ في أن إحنا نقدم له الطفل القدوة، فبنبقى فاهم كويس جدا أن هو قصد، يعني أن إحنا قصدين أن إحنا نوجهه توجه معين، فده مش مطلوب. أنا إزاي أجذب نفسه، أجذب الطفل لشخصية معينة وأبدأ أدعمها بشكل غير مباشر وأقدمها للطفل. ولكن اليوم هناك عنصر التكنولوجيا والبرمجة، ونحن في صدد الحديث عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات وكل هذه الأشياء والمصطلحات الجديدة علينا ربما وعلى مجتمعاتنا العربية. إلى أي مدى يمكن أن نصنع نوعا من التوازن بين الاثنين، بين صناعة هذه الكاركترز التقليدية أو هؤلاء الأبطال التقليديين، ودمج في أدمغة وذهنية أطفالنا في هذا العالم الإلكتروني الحديث الذين هم يعيشون خلاله أساسا؟ هو العالم الإلكتروني والعالم الافتراضي عموما أصبح حقيقة إحنا بنعيشها، ما ينفعش أبدا نتغافل عنها. نعم. ولكن اللي إحنا بنتغافل عنه ككبار وكقائمين على الطفل، سواء معلمين أو تربويين، إن الطفل هو طفل. في بساطته، في فطرته، هو طفل، صفحة بيضاء تخطينا فيها ما تشائين. تمام. وفي نفس الوقت يميل للبساطة، دي فطرة ربنا اللي خلقه عليها، يعني مش هيبطل أبدا الطفل ينجذب للدمية، مش هيبطل أبدا ينجذب للألعاب الورقية. ولكن ربما اختلف شكل الدمية، أصبحت اليوم دمية إلكترونية. وإحنا في الجامعة، أنا خريجة رياض أطفال، نعم، كان من أهم الأمور اللي اعترضتنا في سكشن من السكاشن اللي كانت بتهتم بتعلمنا سيكولوجية اللعب. فكان أول سؤال هو أيهم من مجموعة من الدمى هي الدمية الإبداعية، وتقدم لنا مجموعة من الدمى كان منها المتحرك المتحدث ومنها الدمية التي بلا ملامح من الأساس. نعم. طبعا احنا تصورنا ان كل ما كان الدمية ليها امكانيات اعلى وتقدر تخلي الولد ينجذب اكتر صوت وصورة واداء، كل ما كانت هي اكتر ابداعا. لا، الحقيقة مش كده خالص، دي كانت معلوماتنا واحنا لسه في بداية الجامعة. نعم. الحقيقة ان الدمية الخالية من الملامح التي لا تتحرك إلا بإرادة الطفل نفسه هي دي الدمية الأكثر إبداعا، كي يسقط عليها ما يحب وما يرغب، كل شيء، حتى مشاكله. نعم. حتى معنوياته اللي في بعض الأحيان بتكون محطمة كي تكون قريبة منه. من خلال الدمية وتعامل الطفل أو الطفلة، وأنا بعمم طفل وطفلة، لأنه كتير بنتصور أن الدمية شيء خاص بالبنات، أبدا، الدمية هي نموذج لإنسان بيتعامل معاه الطفل في جميع المراحل سواء جنسه ولد أو بنت. فمن خلال رؤيتنا لتعامل الطفل مع الدمية نقدر نحكم على الطفل ده، قدر اهتمامه بالآخر،
نوع المشاكل اللي بيواجهها من الأسرة، فبعض الأحيان بيعبر من خلالها عن مشاكل عائلية يمكن يكون الأب والأم مش متخيلين إنه هو عنده على دراية بيها. فبعض حالات التحرش الجنسي حتى بنتفاجئ إن الطفل بيتعامل مع الدمية بشكل غريب، وبننتبه من خلال تعامله مع الدمية إنه الطفل ده أصابه مكروه. فالدمية شيء مهم جدا بالنسبة للأطفال، ولهذا نراك تهتمين بالدمية، ربما هي يعني صلة وصل بينك وبين الأطفال. هل هي هذه هي اللغة التي تحاورين بها الأطفال؟ بالضبط، هي الأداة بتاعتي. أنا حسيت أن أنا من خلال عملي كحكواتي مع الأطفال ومن خلال سردي للحكايات اللي أنا بألفها، أنا مش عايزة أفقد الطفل، أنا عايزة انتباهه طول الوقت معي. فحسيت أنه هو بيشوفني مرة أنا بسرد القصة، في المرة الثانية هو عارف القصة وعارف حتى أسلوب أدائي ولغتي، لكن لما بيشوف الدمية تتحرك قدامه هو بينسى أن أنا اللي بتكلم، بيخلي كل التفاعل بتاعه مع الدمية. طب أنا أود أن أتكلم مع كوكي، حركي كوكي. طبعا الأستاذة نيروز هي صانعة دمى، هي من صناعتك رايت؟ نعم نعم. كوكي، وجه رسالة من خلال شاشة تلفزيون الفجيرة لأطفالنا بالعالم العربي، كوكي ماذا تنصحين الأطفال اليوم يا كوكي؟ أهلا وسهلا بكم، كم أنا سعيدة لأنني معكم اليوم. في الحقيقة أنا اسمي كوكي الحلوة، كل الأطفال يحبونني كثيرا وأنا أيضا أحبهم جدا، ولكن مشكلتي أنني أتعرض للتنمر. نعم، فأنا كما يبدو منظري مختلفة بعض الشيء، ولذلك فبعض الأطفال يقولون عني قطة أو لبؤة أو نمر، وأنا في الحقيقة لا أعرف من أنا، فقط أتقبلني وأحبني جدا وأحترم مظهري، وأريدكم أيضا أن تحترموني وتحبوني وتتقبلوني بشكل مختلف. شكرا أن دعوتموني إلى هنا إلى تلفزيون الفجيرة، شكرا لكم ومع السلامة. ونحن شاكرين لك وممتنين لك يا كوكي على هذا اللقاء، وسعدنا بك معنا وبيننا من خلال شاشة تلفزيون الفجيرة. كانت هذه الرسالة من كوكي إلى أطفالنا في الوطن العربي، طبعا من خلال الكاتبة نيروز الطنبولي. هنا نراك تحاولين المزج بين المتعة والمحتوى القيم كي تصل الرسالة، هذا على مستوى الدمى. ماذا في صفحات هذه القصص التي أراها أمامي، كيف تمزجين بين المتعة والمحتوى القيم؟ الحقيقة أنا لي أكثر من توجه من خلال حكايتي. أول توجه هو الفكرة اللي اتكلمتي عنها حضرتك في الأول، حكاية الطفل البطل أو نعم. البطولة عند الأطفال. نعم. لاحظت أن في بعض الأطفال فئة خاصة في المجتمع بيتم تهمشهم، زي الطفل الكفيف، زي الطفل الأصم، أصحاب الهمم. أصحاب الهمم. فحبيت أنه الطفل أيا كان وضعه، أيا كان ظروفه، يشوف نفسه بطل داخل كتاب. فكان من أهم الأمور اللي اهتميت بيها بالفعل. الطفل الكفيف. نعم. وكان فتحة خير علي، يعني أنا كان عندي مجموعة كبيرة من المؤلفات. أي قصة من هذه القصة اللي في إيد حضرتك؟ نعم. والقصة دي كمان الحياة ملونة. الحياة ملونة هي أول إصداراتي مع نبطي للنشر. نعم. هي قصة البطل كفيف، البطل كفيف وداعم لي على طول الخط داخل القصة طفل مبصر. نعم. كان مهم أن الخط ده أستمر فيه، يعني ما اكتفتش بالكتاب ده بس، كان فيه كتاب مملكة الحشرات. مملكة أيضاً. الحشرات هي لو تلاحظوا هي بالرغم أنها من اللغة العربية إلا أنها مفتوحة من اليسار، لأن لغة الكفيف، اللغة العربية للكفيف تقرأ من اليسار. فالكتاب مكتوب بالنص برايل ومكتوب كمان بالنص العادي ومضاف لي رسوم بارزة. نعم. ده من أحد الخطوط اللي أنا تعاملت بيها واشتغلت عليها كتير، اللي هو إزاي نجمع الطفل المبصر والكفيف على طاولة واحدة من المساواة في قراءة حكاية. التوجه الثاني هو تقديم قيمة فنية للطفل. نعم. فمثلا أريد أن أرسم كفا، أريد أن أرسم كفا هي قصة بتخاطب نقطتين عند الأطفال. نعم. فكرة التساؤل الكثير عند الأطفال،
وفكرة وما أكثرها في أذهنة أطفالنا. هي القصة حكايتها بتدور حوالين تساؤلات الأطفال، وإزاي أنا أشجع الطفل أنه يستمر في السؤال ولا ييأس حتى ولو المحيطين ما ادلوش إجابة كاملة. فهو من خلال الحكاية بيمر على بابا وماما والجد والجدة، حتى الجدة الصماء، وإزاي هو قدر يستفيد من كل واحد ويوصل في النهاية لشيء يلخص الإجابة اللي هو كان منتظرها. وفي نفس الوقت كانت القصة يعني رسومها بالصلصال. أراكي تخاطبين سيكولوجية الأطفال بقوة من خلال قصصك، وربما هذا سر وصولك إلى قلوبهم، أليس كذلك؟ أكيد. هو شوفي، أنا حط قدامي دايما بيكون هدفي الطفل نفسه. حضرتك اتكلمتي عن الإبداع وإيه اللي بيخلي المبدع يستمر. أنا أقول لحضرتك، الطفل أو الشخص اللي بيبدع في هذا التوجه بيكون توجهه للطفل وهدفه الطفل، أول ما بيلاقي أن الطفل استوعب إبداعاته وتعلق بيها، هو ده بيكون النشان اللي بيحطه على صدره، وهو ده بيكون الشيء اللي هو مستعد يفني عمره في سبيل تحقيقه. نعم. اليوم أستاذة نيروز، إلى أي مدى يمكن القول أن التعامل مع القصص على أنها منتج للبيع يؤثر سلبا على ثقافة وعلى القراءة؟ هو يؤثر سلبا على الثقافة، يؤثر سلبا على المبدع، يؤثر سلبا على الكاتب والمحاور للطفل اللي هو حابب يوصل ليه بأقل تكلفة ممكنة. في شيء تاني كمان نقدر نتكلم فيه غير التكلفة، هو الأسرة، محيط الطفل قد إيه ممكن يفصل بينه وبين الثقافة. فأصبح قدام ما بين المبدع والوصول إلى الطفل وجهة تجارية، وبعد الوجهة التجارية في عندنا وجهة اجتماعية قد تكون مشوشة كتير. واجهة اجتماعية؟ نعم. يعني إحنا دلوقتي لما أنا بيجي الطفل لمعرض الكتاب، بيدخل الطفل في صحبة أمه وأبوه، جده، جدته، أياً كان الشخص الكبير اللي معاه أو حتى المعلمات. إحنا كتير بنواجه مواقف داخل ساحة المعرض من الكبار، يبقى الطفل ممكن متعلق بالحكاية، ولكن للأسف الشخص المنوط بشرائها بيقف عائق. مش شرط يكون الأسباب مادية، كتير بتكون الأسباب ثقافية. نعم. وده الأوضح. يعني ممكن المعلمة تفضل أنه الطفل يأكل، لأن حاليا فسحة الأكل، بدل أنه يشتري الكتاب، وده شيء بيقلمنا جدا. إحنا كمبدعين بنبقى على أحر من الجمر منتظرين الطفل في المعرض. صحيح. نصيحة من نيروز الطنبولي للوالدة العربية، للأم العربية. أطلب منها أنها تستمتع بأن ربنا وهبها طفل. مجرد ما بيتحرك الجنين في بطن أمه بتولد محبته. إحنا مجرد ما بيطلع الجنين من بطن أمه بنبدأ نكون كائنين منفصلين، وده مش صح. عليكي في خلال الفترة اللي هي الطفولة المبكرة تكوني مرتبطة جدا بطفلك، تكوني عينيه اللي بتشوف وودنه اللي بتسمع. نعم. تكوني الشخص القارئ، الشخص اللطيف اللي ينشد للطفل. ده كله بيعلقه بلغته العربية. نعم. هتتفاجئي بيه مجرد ما يبدأ يتكلم انه اداكي فيدباك زي ما بيقولوا عن كل رجع كل الصدى. الخلفيات. نعم. اللي انت اديتها له، وهتتفاجئي بطفل عبقري قدامك وهتكوني سعيده بيه. اشكرك على هذه النصيحه الكاتبه نيروز الطنبولي، وايضا صانعه الدمى، واشكرك ايضا على هذا اللقاء الشيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لك. وفي الختام مشاهدينا، اريدكم جميعا ان تسالوا انفسكم سؤالا: هل السعاده في المال والقوه، أم كيفية تسخيرهما ربما لمساعدة البشرية؟ دمتم بأمان، ولكم مني جزيل الامتنان والعرفان.